حياكم الله، أهلا بكم، أنا جمال معيقل ورحب بكم في هذه الحلقة الاستثنائية من يهال 2030 عن قمم مكة. تتجه الأنظار بعد قليل نحو مكة المكرمة، حيث تعقد أعمال قمم مكة ابتداء من القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين دعا إلى عقدهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، فيما تعقد القمة الإسلامية الاعتيادية لمنظمة التعاون الإسلامي يوم غد. هذه القمم تأتي انطلاقا من الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في حماية الأمن القومي العربي وقيادة العالم الإسلامي بما يحقق وحدة الشعوب تجاه التطرف والإرهاب ونشر السلام والاستقرار في المنطقة تحت شعار يدا بيد نحو المستقبل. وكذلك تأتي هذه القمم لبحث ملف التهديد الإيراني لأمن الإقليم والمنطقة والاعتداءات السافرة من ميليشيا الحوثي الإرهابية على مقدسات المسلمين والهجمات على السفن التجارية في الخليج العربي والهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة. هذه التداعيات الخطيرة لتلك الهجمات على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية وخلق الأزمات خلقت حاجة ملحة لمواجهتها بما يعزز التضامن الخليجي والعربي والإسلامي في وقت تمر الأمة فيه بمرحلة دقيقة وحساسة. أستضيف معي لنقاش هذه الملفات حول قمم مكة الأستاذ حمود الزيادي المحلل السياسي والدكتور أحمد الأنصاري المستشار الأمني والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بضيفي العزيزين. يوم استثنائي وأيام استثنائية نعيش اليوم في المملكة العربية السعودية ونحن نتأهب لانطلاق قمم مكة. أبدأ من عندك أستاذ حمود، اليوم خلينا أخذ العنوان العريض لهذه القمم يدا بيد نحو المستقبل، ما هي الرسائل الضمنية التي تود إيصالها اليوم المملكة العربية السعودية من خلال هذا الشعار؟ هو المملكة مؤكد أنها تريد الاستقرار في المنطقة وتريد تخفيف حدة التوتر في المنطقة وصناعة سلام في المنطقة على أسس من العدالة، على أسس من العلاقات الدولية الطبيعية، وعلى أسس من الاستقرار والتنمية. هناك مشروعات ضخمة في المملكة لا تخدم فقط المملكة بل الإقليم، وهذا ما أشار له سمو ولي العهد خلال الفترة الماضية أنه يريد شرق أوسط جديد يكون هو أوروبا الغربية في المنطقة، وبالتالي هناك تنمية وهناك رغبة في خلق مستقبل جديد، ولذلك كان هذا العنوان. أيضا البعد الآخر، هناك مهددات حقيقية، المملكة تدرك هذه المهددات في المنطقة وتدرك منهم الفاعلون في هذه المهددات، وبالتالي تريد بلورة موقف خليجي عربي إسلامي تجاه هذه المهددات، وأيضا من خلال دور دولي لمحاولة تفكيك هذه المهددات ووضع خطوات حقيقية فاعلة واستراتيجية لوضعها في إطارها الحقيقي، وبالتالي القضاء على هذه المهددات التي أصبحت اليوم واسعة وتتوسع، بل هناك خطط يعني وربما نأتي في سياق الحديث على أن هناك خطط لتوسيع هذه المهددات اليوم من خلال النظام الإيراني، ليس فقط في التراجع بل هو هناك خطط استراتيجية لتوسيع المهددات الجيوسياسية في المنطقة بل العالم اليوم، وهذا ما طلبه علي خامنئي من رئيس الحرس الثوري الجديد المعين في أبريل الشهر الماضي بوضع خطط استراتيجية جديدة لنقلة نوعية جديدة للحرس الثوري ليكون المهددات أوسع وأكبر نطاق حتى يمكن تحت ما يسمى حماية الثورة الإيرانية، وبالتالي نحن أمام مهددات جديدة، نقلة جديدة في العدوانية الإيرانية، توسيع رقعة هذه المهددات، وبالتالي لابد من هذا التحرك والاستجابة السريعة ووضع خطط كفيلة بتفكيك هذه المهددات للأمن والاستقرار على المستوى الخليجي والعربي وحتى على المستوى الدولي، لأن هناك ارتباط بين المصالح الدولية في المنطقة سواء على المستوى الاقتصادي والاستراتيجي. طيب دكتور أحمد، اليوم وخلي استدرك من حديث الأستاذ حمود، الحديث عن بلورة موقف موحد تجاه هذه القضايا، ونتحدث هنا على القضايا الأمنية، إيران تعودت أن تشن حروب بالوكالة دائما عبر أذرعتها الإرهابية وميليشياتها المتواجدة في المنطقة. وش المرتكزات اللي تملكها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي اليوم لإقناع الدول الإسلامية أن هناك مهددات حقيقية
تمس أمن المنطقة، تمس السلم زي ما ذكر الأستاذ حمود، تمس السلم العربي، تمس السلم الخليجي، تمس السلم الدولي. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، المملكة العربية السعودية من مسؤولياتها تجاه العالمين العربي والإسلامي دعت إلى قمة تشاورية في مكة المكرمة، القمة الإسلامية الرابع عشر. هذه كانت قمة مبرمجة، ولكن الأحداث المتسارعة في المنطقة والتهديد اللي بيشكله النظام الإيراني عبر أذرعه في المنطقة، إن من الحشد الشعبي أو الحوثيين أو حزب الله اللبناني، والتهديد الصريح للمملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ، وكان آخرها الصاروخين اللي كانوا يستهدفوا مكة المكرمة. هذا طبعا عجل من المملكة العربية السعودية إلى الدعوة إلى عقد القمة العربية والقمة الخليجية التشاورية. القمة العربية قمة طارئة، والقمة الخليجية قمة طارئة، يتم خلالها بلورة موقف موحد تجاه التهديدات الإيرانية، لأن المنطقة ربما تشهد نشوب صراع مسلح، وبالتالي يجب وضع جميع الدول العربية والإسلامية والخليجية بشكل خاص أمام هذه التطورات الخطيرة جدا، لأنه لو لا سمح الله تم شن أو قامت حرب في المنطقة، فالعالم كله سيتأثر، لأنه الميليشيات الإيرانية وعبر اللي هي التهديد المباشر من النظام الإيراني سيتم استهداف النفط، لأنه في عمليات تصفير للنفط الإيراني، وبالتالي طهران هددت بأنه طالما أنه هي لن تصدر النفط فجميع دول المنطقة لن تصدر النفط ولن تستفيد من عوائده. لذلك التهديد خطير جدا. المملكة العربية السعودية تملك مقومات كبيرة جدا من حيث مكانتها داخل العالم الإسلامي، الحرمين الشريفين موجودين في المملكة العربية السعودية، حتى القمة الإسلامية وعقدها في مكة المكرمة من حيث الزمان ومن حيث المكان فلو دلالة واضحة جدا ودلالة ذات أهمية قصوى، لأن من مكة المكرمة انطلقت البعثة المحمدية، ومكة المكرمة لها قدسية لدى جميع المسلمين، يتجه لها بالصلاة، يتجه إلى الكعبة المشرفة 5 مرات في اليوم من جميع أنحاء العالم، فلذلك المسلمين يكنوا مشاعر كبيرة جدا تجاه المملكة العربية السعودية من ناحية خدمتها للحرمين الشريفين. لذلك كل ما يهدد المملكة العربية السعودية يهدد العالم الإسلامي ككل. وجدنا أنه في تضامن قوي جدا مع المملكة العربية السعودية حينما تعرضت للقصف بالصواريخ، وكان استهداف مكة المكرمة من قبل الميليشيات الحوثية، وكذلك حتى حينما تم استهداف محطات الضخ لخط الشرق شرق الغرب أو خط الشرق غرب البترولي اللي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية على البحر الأحمر، ولذلك وجدنا أن هنالك تعاون قوي جدا، كانت هنالك إدانات كبيرة جدا من الأعضاء أو الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، ما عدا طبعا هنالك بعض الدول اللي هي نشاذ وتغرد خارج السرب، لذلك وهو طبعا لا يؤخذ بهم هؤلاء، ولكن كان في المجمل الأمر كان هنالك دعم وإدانة، دعم للمملكة العربية السعودية وإدانة لهذه التصرفات الغير مسؤولة من الميليشيات الحوثية اللي هي تتلقى أوامرها من نظام الولي الفقيه في طهران. في مجمل الأمر أنا أعتقد أن هنا القمم التي ستعقد تبتدئ من اليوم من هذه الليلة بمشيئة الله وتستمر إلى الغد أو غدا سيتم عقد القمة الإسلامية، كل هذه أنا أعتقد أنه المخرجات حقتها ستكون إدانة واضحة للنظام الإيراني، لأنه في مجمل الأمر سيتم عزل النظام الإيراني. وشاهدنا اليوم أنه خلال استقبال الوفود من البارح كان هنالك معرض في مطار على أرض مطار جدة بالأسلحة اللي تم إسقاطها اللي كانت تستهدف المملكة العربية السعودية للإيضاح لجميع قادة الدول الإسلامية ماذا أو وكيف يتم استهداف المملكة العربية السعودية من النظام الإيراني وأذرعه. أستاذ حمود، أنا بسألك عن وثيقة مكة، دلالة الرسائل اللي حملتها اليوم وثيقة مكة المكرمة واللي سبقت هذه القمم الثلاث، لكن اسمح إجابتك بعد الفاصل ونعود.
حياكم الله من جديد في هذه الحلقة الاستثنائية عن قمم مكة التي تنطلق اليوم حتى يوم غد بإذن الله. اليوم راح تنطلق قمتين طارئتين خليجية وعربية لبحث التهديد الإيراني لأمن الإقليم والسلم في المنطقة، وكذلك الاعتداءات السافرة للميليشيات الإرهابية على مقدسات المسلمين وتحديدا مكة المكرمة. أستاذ حمود، كنت أسألك قبل الفاصل حول وثيقة مكة التي استبقت هذه القمم، حملت رسائل كثيرة سواء على جانب المعتقدات الدينية، سواء على جانب المعتقدات المذهبية، سواء على جانب الاختلاف المذهبي، سواء على جانب بث الكراهية والعنصرية، الإسلاموفوبيا، الكثير من الرسائل وجهتها وثيقة مكة قبل هذه القمم. ما الدلالة لهذه الرسائل قبل انعقاد هذه القمم؟ أنا أعتقد وثيقة مكة غير مسبوقة بالنظر إلى بنودها وعمقها وثرائها واتساع شمولها أفكارها. تحدثت من بعض بنودها عن أن الحضارات، التنوع الحضاري والثقافي عامل بناء واتفاق وليس صراع، وهذا مؤشر مهم، لأن هناك طروحات، يعني بالتسعينات كان هناك كتاب مشهور سامويل هانتينغتون المفكر الأمريكي سماه صراع الحضارات، وبالتالي وقال أن هناك لابد أن يكون هناك صراع بين بالضرورة بين الثقافة الغربية والإسلام. اليوم ومن مكة المكرمة يقول المسلمون أنها الإسلام والدين، وهذا الدين العظيم، وندعو من خلال هذا مهبط الوحي ومن خلال مكة المملكة العربية السعودية، وهذا التجمع الإسلامي يدعو إلى أن هذه العناصر هي عناصر تكامل وليست عناصر صدام. أيضا هناك دعوة إلى إدانة الكراهية، وأن أيضا حتى التعدد المذهبي في العالم العربي والإسلامي هو موطن تكامل وموطن استقرار وليس مبعث إلى الصراعات والنزاعات، وبالتالي هذا أيضا بعد آخر لمحاربة الطائفية في المنطقة التي يعني يوظف النظام الإيراني في المنطقة. هذه من العناصر يعني المهمة جدا لتعزيزها وتعميقها، بل تحويلها إلى برامج من خلال هذه المنظومة الفكرية، إلى تحويلها إلى برامج من خلال مؤسسات التعليم، من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية، من خلال تحويلها إلى مواد تطبيقية في جميع العالم الإسلامي، وأيضا في علاقتها مع العوالم المختلفة سواء العالم الغربي أو أي عالم آخر. وبالتالي هذه نقطة مهمة أن تتحول من هذا الميثاق إلى أن يتحول إلى برامج حقيقية يتم ترجمتها على أرض الواقع، وبالتالي تعزيزها حتى يمكن تثمر عن المعنى الذي تسعى إليه هذه الوثيقة. أنا صراحة لفت انتباهي في هذه الوثيقة براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها، فهي لا تعبر إلا عن أصحابها في الشرائع المتعددة في أصولها، تدعو في أصولها لعبادة الخالق وحده والتقرب إليه بنفع مخلوقاته. هذه الرسالة اليوم وإحنا عندنا إرث إسلامي في اختلافات كبيرة جدا، هل هي تؤسس لنظرية الفكر الجمعي تجاه المعتقدات والمذاهب؟ لأننا في فترة من الفترات أصبحنا يعني نتبع فلسفات أشخاص في الجانب العقدي أكثر من أنه فلسفات منهجية، وأنا أعتقد أنها تؤسس إلى أيضا خطاب إسلامي ديني جديد يقوم على الثوابت لكنه قادر على الاستجابة للمتغيرات والتحديات سواء على مستوى التطور الحضاري والتنوع الثقافي والعرقي، وأيضا على هذه الإرث الذي في بعض أجزائه كان ثقافيا على مستوى التاريخ كان مدعاة للنزاع وللصراع وللاختلاف، وبالتالي هذه الوثيقة تريد أن تخرج الأمة الإسلامية مما تأسس عليه من صراع من خلال التبرؤ من هذه العناصر التي تعمق وتعزز الصراع إلى يعني أفق أرحب وأوسع سواء على الداخل الإسلامي أو مع خارج العالم الإسلامي. دكتور، اليوم تأتي قمم مكة الثلاثة في وقت تهاجم فيه إيران سفن تجارية إماراتية،
في وقت تلقت المملكة أكثر من 200 صاروخ من ميليشيا الحوثي الإرهابية، العديد منها وجهت إلى أقدس بقاع المسلمين وهي مكة المكرمة. كيف راح يواجه العالم الإسلامي اليوم هذه التهديدات من قبل إيران ومن قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية؟ ماذا نتوقع من هذه القمم؟ شوف، القمم هذه زي ما قلت لك أنه ستتوصل أو أنه المخرجات حقت هذه القمم ستكون فيها إدانة واضحة للأعمال الإرهابية الإيرانية أو من يقوم بها نيابة عن النظام الإيراني، وبالتالي سيتم اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه إيران وتهديداتها في المنطقة، وبالتالي سيتم عزل النظام الإيراني، لأن إيران لا تفهم إلا لغة القوة حينما تم فرض الحظر الاقتصادي عليها وتم تشديد هذا الحظر. حاولت إنها تخرج أو إنها يعني تهرب إلى الأمام من خلال شن عمليات استهداف لناقلات النفط في الخليج العربي ومحطة الضخ في المملكة العربية السعودية، وهي نفس الاستراتيجية اللي تعودناها دائما. يعني نعم، أو حتى كمان حتى لاحظ أنها تعرف هددت، حاولت أنها تهدد السفارة الأمريكية في العراق، ولكن لهجة التهديد المباشر اللي وصلتها من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها إذا تعرضت لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو لحلفائها في المنطقة فسيتم الرد على إيران في الداخل، ولن تكون الحرب خارج إيران. كان الجميع يعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستستهدف الحشد الشعبي في العراق، ولكن كانت الرسالة واضحة أنه سيتم استهداف النظام الإيراني. النظام الملالي الإرهابي يعني وعى هذه الرسالة، وبالتالي الآن بدأ يتحرك دبلوماسيا. شاهد أنه خلال الفترة الماضية يعني تم التوقف وتم إعازة من اللي هو المرشد الإيراني إلى النظام إلى اللي هي الأذرع، هو وضح أرسل رسالة بأنه لا توجد هنالك حرب ولا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي طالب من النظام الإيراني أنه يتم التهدئة حتى في لغة الخطاب، لا يتم التصعيد في الخطاب. وبالتالي وجدنا أن هنالك يعني بوادر غريبة صدرت من إيران. أول شيء كانت زيارة محمد جواد ظريف إلى عدد من دول المنطقة وخاصة العراق، وكان نائبه زار عمان وزار الكويت وزار قطر، وهنالك شاهدنا أو سمعنا تصريحات غريبة جدا من النظام الإيراني. على سبيل المثال جواد ظريف قال إلى إنه المفتي أصدر في فترة في الثمانينات أو في فترة من الزمن تحريم لامتلاك السلاح النووي. طيب السؤال اللي مواجه لهذا التصريح، لماذا تم زيادة ليش التخصيب؟ عقدتوا هالفتوى كل هالفترة؟ نعم، ليش؟ لماذا يتم حاليا عملية التخصيب؟ التخصيب في التخصيب اليورانيوم. لذلك تجد أنه هو يستخدم التقية أو التقية زي ما يشار لها، نظام لا يمكن أنك تضمنه، لنظام يعني ينتهج الكذب أسلوب في ممارسة علاقاته مع الغير. يعني تلاقيه يطالب بالتفاوض وبعد ذلك ينقضها، أو أنه يطالب بتوقيع اتفاقيات وبعد ذلك ينقض هذه الاتفاقيات. شوف، أنظر إلى الاتفاق النووي 5+1، أخذ إيران أخذت منه واستفادت منه أكثر مما أعطت. كانت هنالك شروط وبنود تحدد التخصيب أو تعطي حد معين بالنسبة للتخصيب، وفي مقابل أنها تحصل على الأموال لتستثمرها داخل إيران لإنعاش الاقتصاد الإيراني وتحسين مستوى حياة المواطن الإيراني. ولكن ماذا حصل؟ أخذوا ما يقارب 150 مليار دولار واستخدموها في تمويل العمليات الإرهابية وتهديد دول الجوار في العراق وسوريا ولبنان نعم واليمن، تهديد دول الجوار وإنعاش أو إنشاء ميليشيات جديدة. كانت إلى العام الماضي كانت ما يقارب 60 ميليشيا، الآن وصلت الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان إلى ما يقارب وفي اليمن إلى ما يقارب 75 ميليشيا تتلقى تمويلها وتعليماتها مباشرة والمال والخبراء والأسلحة من إيران. اسمحوا لي أن ننتقل إلى فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث.
حياكم الله من جديد في هذه الحلقة الاستثنائية عن قمم مكة الخليجية والعربية والإسلامية، والتي تناقش التهديد الإيراني لأمن الخليج العربي وأمن المنطقة العربية والسلم الدولي، وكذلك التهديدات التي تتلقاها وتتلقاها المملكة يوميا هي وحلفائها، والتي تمس مقدسات المسلمين. أستاذ حمود، خلينا نرجع بس نقطة يعني للخلف وحديثنا عن دازلنا حول القمم اليوم. أيضا من ضمن أجندة هذه القمم التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية بالنسبة للأمة العربية والأمة الإسلامية، وهي أيضا قضية مفصلية وأمر لا مساومة عليه من قبل المملكة العربية السعودية. رغم هذا ذلك كله، تخرج اليوم الكثير من الأصوات أو التيارات التي ترى أنه المملكة اليوم لم تؤدي واجبها بشكل كامل تجاه القضية الفلسطينية. كيف تعلق؟ يعني أنا أعتقد منذ تأسيس هذه المملكة، منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله ومرور جميع الملوك، كانت القضية الفلسطينية قضية أساسية بالنسبة للمملكة، بل قاتل وجاهد عديد من السعوديين منذ الأربعينات حتى يعني. فبالتالي المزايد على هذا الأمر أنا أعتقد أنه يعني كلام لا قيمة له. على المستوى الدعم السياسي، كانت المملكة دائما هي منبر للقضية الفلسطينية، كانت داعمة لكل النشاط الفلسطيني الداعي إلى الحصول على حقه العادل، كانت داعمة على المستوى الاقتصادي، كانت داعمة على التدخل حتى على المستوى الدولي. كانت هناك مواقف صارمة من الملوك حتى أحيانا مع الحليف الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وكانت هناك على أحيانا حتى ربما تتعارض مع المصالح الوطنية السعودية نتيجة للإيمان بأن هذه القضية قضية مركزية، وبالتالي هذا مبدأ أساسي لدى المملكة حتى لو ضحت بجزء من مصالحها كدولة وطنية. وهذا أمر كان معلن حتى على مستوى يعني الإدارات الأمريكية، هناك رفض أحيانا إلى لقاءات مع بعض الرؤساء الأمريكيين في حالة بعض القرارات، وهناك أيضا إدانة لبعض الخطوات التي تتخذ أحيانا ضد المصلحة الفلسطينية. وبالتالي هذه المزايدة يعني تأتي من الذين لا يقدمون للقضية الفلسطينية إلا الشقاق وزرع الصراع بين الفصائل الفلسطينية، تأتي من الذين مشاغبين في المنطقة، تأتي من النظام الإيراني الذي يستخدم هذه القضية لضرب القضية الفلسطينية. لكن في أرضية اليوم لمن يزرعون الشقاق داخل الفصائل الفلسطينية نفسها، صح. ما هو هذا سبب رئيسي اليوم في تأخر حل القضية الفلسطينية، في التقليل من إسهامات المملكة؟ بالتأكيد هناك يعني الملف الفلسطيني ملف معقد على مدى أكثر من 70 عام يعني، وبالتالي أنا أعتقد القضية يعني على مستوى الشقاق الفلسطيني هناك اختلاف، وهناك يعني توظيف إقليمي لبعض الأطراف في المنطقة. لكن ما كنا نشهد أستاذ حمود، للأسف ما كنا نشهد هذا التنازع حول المرجعيات في القضية الفلسطينية خلال الأعوام الماضية. اليوم صرنا نشوف فصيل اليوم سواء مسلح وغير مسلح هوا فارسي، وفصيل اليوم هوا عربي، وفصيل اليوم هوا مع بلاد في طرف الخليج العربي. ليش؟ من وين جت هالفرقة هذه؟ من اللي زرعها؟ أيضا أنا أعتقد هناك أيضا لأنه هنا لا يوجد موقف عربي متكامل تجاه القضية الفلسطينية سمح لهذه الملفات الصغيرة بأن تزيد من الشقاق الفلسطيني. طبعا لا ننكر أن أيضا الدخول الإيراني في القضية الفلسطينية ودعم حماس هذا جزء من الصراع على مدى أكثر من عقدين في المنطقة، وهو جزء من استراتيجية إيران في المنطقة مع هذه الفصائل، كانت سنية أم شيعية. يعني دائما ينصرف الذهن إلى أن إيران تدعم الأذرع الشيعية في المنطقة، هذا على المستوى المسلح لتحقيق مصالح الثورة الإيرانية وامتداداتها، لكن أيضا على مستوى ضرب العمق العربي ومصالح الأمة العربية من استخدام هذه الفصائل الشيعية. وش المشترك اللي بينهم وبين إيران؟
هناك الإسلام السياسي، ما يجمعهما تعرف الحماسية أخوان مسلمين، وبالتالي ما يجمع الإسلام السياسي ببعده وتجلياته الشيعية والسنية هي واحد، هناك أسس مشتركة، هناك عدم قبول بالدولة الوطنية العربية من الإسلام السياسي، وبالتالي هذا التحالف تحالف مصلحي بين الطرفين، طرف الإسلام السياسي بشقه الشيعي وشقه السني، وبالتالي هذه المشتركات التي جعلت بينهما هذا التحالف الذي دائما يضرب المصالح الدولة الوطنية وعمقها، حتى هذه المصلحة الفلسطينية وتاريخيتها تضرب من خلال هذه يعني التحالفات التي قائمة على أسس الإسلام السياسي. دكتور، اليوم ما يمكننا الحديث عن تهديدات إيرانية صراحة إلا لابد أن نستذكر يمكن بعض المواقف اللي مخيبة للأمال، المواقف اللي فاجأتنا من دول عربية ومن دول إسلامية أيضا كانت داعمة للتوجهات الإيرانية في وقت كانت الدول العربية وكانت العديد من الدول الإسلامية تنبذ التطرف والإرهاب الإيراني، كانت العديد من الدول، خلنا نقولها صراحة، تركيا وقطر تأخذ صف الإيرانيين في توجهاتهم في قضايانا الداخلية في قضايانا المصيرية. هل نتوقع أن تستمر هذه النزعة لدى هاتين الدولتين اليوم ودعمهم للقضية الإيرانية أم أن الأمر سيختلف؟ شوف، خليني أجاوب على جزء من سؤالك لما كنت تتكلم لماذا الشقاق في الصف الفلسطيني. كان ضعف القيادة الفلسطينية هي من أدت إلى ذلك. كان في السابق موجود ياسر عرفات، الرئيس ياسر عرفات كان كرمز للسلطة الفلسطينية وتجتمع تحته جميع الفصائل. منذ وفاته ابتدى الشقاق، منذ وفاته يعني بعد وفاته بسنة مباشرة أو أقل أو أكثر تحركت حركة حماس وذهبت واستولت على قطاع غزة. هذا جواب على سؤالك. موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية لا يمكن إضعافها بأي حال من الأحوال، لا توجد أي مؤثرات تؤثر على موقف المملكة العربية السعودية. المشككين هم من يقول أن موقف المملكة العربية السعودية ضعيف من القضية الفلسطينية. واحد من الأمثلة على الدعم السعودي للسلطة الفلسطينية، وهذه دائما أنا أخذ مثل، أنه جميع وزارة الخارجية الفلسطينية تتلقى دعمها من المملكة العربية السعودية. كل الدبلوماسيين الفلسطينيين في خارج الأراضي المحتلة يتلقون دعمهم من المملكة العربية السعودية، تصرف رواتبهم من المملكة العربية السعودية. احنا نعرف هذا، بس انه احنا ما عندنا منة ولا سلوى. لا يعني لا، شوف، احنا ما نذكر الأشياء لا هذه. لا أستاذ الشمالي، الآن شوف، في حقائق لازم انها تذكر. احنا ما نمن على أحد، ولكن الغير يتهمك بأنه أنت مقصر في دعم القضية الفلسطينية، بعت القضية الفلسطينية. أول شيء المملكة العربية السعودية، أنا أقصد أنه ديدن الحكومة اليوم السعودية دائما منذ التأسيس أنها دائما لما تدعم ما تذكر الدعم هذا، ولكن بعض الأحيان تعرف في بعض المواقف يجب أنك أنت تذكر يجب أنك تذكر، لأنه في بعض بعض الأشخاص مخدوعين بوسائل الإعلام القطرية التي تزعم من المملكة العربية السعودية تخلت عن القضية الفلسطينية. صحيح. وهذه ويجب أنك تقابل الكلمة بالكلمة. فيما يخص قطر وتركيا وهل أنه سيتراجع أم لا، قطر وتركيا ساروا في طريق تركيا اتخذت موقف مواجه أو أنه لتوجهات المملكة العربية السعودية بهدف إحياء إحياء ما يسمى الإمبراطورية العثمانية. والرئيس أردوغان سمى نفسه أو بيسمي نفسه أنه هو السلطان، حتى لو أنه ما يعني خلع على نفسه هذا الاسم، ولكن تصرفاته تدل إلى أنه هو يعني متجه إلى هذا الطريق. طبعا قطر تسير يعني وفق الهوى التركي بدعم وبتمويل. قطر ليس لديها إلا المادة ووسائل الإعلام الجزيرة يعني ترفع صوتها وتدعم المخططات التركية. تركيا طبعا تتشارك مع النظام الإيراني في محاولة السيطرة على العالم العربي وإحياء الإمبراطورية السابقة. لذلك جميع الثلاثي هذا الخطير اشترك في تهديد مصالح الدول العربية. نجد الآن التدخل التركي في ليبيا، التدخل التركي بدعم مالي من قطر في ليبيا، وهو طبعا عامل خطير جدا، وتصدير جميع الإرهابيين اللي كانوا في سوريا ونقلهم من سوريا إلى ليبيا، وهذا طبعا عامل خطير جدا، لأنه لا يهدد فقط ليبيا بل يهدد السودان، يهدد مصر، يهدد تونس،
يهدد الجزائر، منطقة بؤرة انفجار. لذلك حتى شاهدنا انه تصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة بأنه يجب ملاحظة أو يجب متابعة النشاطات الداعمة للميليشيات الإرهابية أو الميليشيات أو تصدير السلاح لليبيا. الموقف خطير جدا، لا تتدخل تركيا فقط في ليبيا بل تتدخل في سوريا، استولت على مناطق الشمال السوري والآن بتحاول أنها تبني جدار عازل ليتم في المستقبل فرض الأمر الواقع والسيطرة على هذه الأراضي. قطر تحاول أنها يعني تركب الموجة وبالتالي أنه تحاول أن تصنع لنفسها اسم في كدولة توسعية في المستقبل، في حالة أنه لو لا سمح الله صار أي تشكيل جغرافي جديد في المنطقة تحاول انها تقضم او انها تحتل مناطق كبيره من 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 هذه المنطقه، وهذا طبعا حلم غير قابل لتنفيذه. جيد. سمحكم ان انتقل الى فاصل اخير ثم نعود لاستكمال الحديث. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد في هذه الحلقه الاستثنائيه من هلا 2030. هذه الحلقة تأتي تزامنا مع انعقاد قمم مكة. قبل قليل تابعنا استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لقادة دول مجلس التعاون، إذن قمة الخليجية والتي ستعقد، وهي قمة خليجية استثنائية ستعقد في مكة في قصر الصفا من جوار بيت الله الحرام. إذا نتابع في الصورة مراسم استقبال قادة دول مجلس التعاون الخليجي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأتي هذه القمم تأكيدا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية في حماية الأمن القومي الخليجي والعربي، وكذلك دورها في قيادة العالم الإسلامي. إذا هذه صور لمراسم وصول جلالة ملك البحرين وكذلك أمراء ورؤساء الدول الخليجية في قصر الصفا بمكة المكرمة، وبعد قليل سيتم انطلاق أعمال القمة الخليجية الاستثنائية في مكة المكرمة. أعود لك أستاذ حمود. إيران اليوم وهي المهدد الأكبر وأحد أسباب انعقاد هذه القمم الثلاث، وين 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 تحتاج توصل إيران؟ وش الأهداف الاستراتيجية التوسعية لليوم إيران تنظر لها من خلال عملها اليوم وخلق الفوضى لتسعى لها في المنطقة؟ إلى أين تريد أن تصل؟ طبعا بإشارات سريعة، مشكلة النظام الإيراني أنه نظام مبني على فكرة الثورة ولم يتحول إلى فكر الدولة، وبالتالي هذه في عقلية القيادة الرئيسية أو الجزم الرئيسي في القيادة الإيرانية والنظام الإيراني هي مبنية على هذه العقيدة التي لم تتغير إلى المفهوم الدولة الوطنية التقليدية التي تتعاون مع جيرانها بطريقة دبلوماسية طبيعية. بالتالي هي ترى أنها لكي تبقى هذه الثورة في زخمها وفي حضورها وفي تأثيرها أن تبقى في حالة توسع. طبعا هي لم تستطع أن تتوسع على المستوى الجغرافي المباشر، أصبح هناك البديل الاستراتيجي أن يكون لها أذرع في العمق العربي الخليجي والعمق العربي، وبالتالي ثم بعد ذلك حتى بالعمق الأفريقي، وتريد التوسيع ذلك إلى أبعد مدى. ربما لأن الوقت قصير فنشير إلى أنه علي خامنئي مرشد الثورة ورأس النظام والمتحكم في القرارات الاستراتيجية الإيرانية، حينما عين حسين سلامي رئيس الحرس الثوري الإيراني وهو الذراع الذي يقوم بكل خدمة الثورة على مستوى الاستراتيجي العسكري والتمويل لهذه الأذرع الإيرانية في المنطقة والعالم، أنه طلب منه استراتيجية جديدة قائمة على أساس رئيسي واحد وهو توسيع التهديد الجيوسياسي اتجاه خصوم إيران سواء في الإقليم أو في العالم،
وبالتالي تتحول هذه الاستراتيجية من التهديد الإقليمي للتهديد العالمي، وهذه الآن يعمل عليها رئيس الحرس الثوري الجديد، والذي يعد عقلية استراتيجية في المنظور الإيراني على مستوى القيادات العسكرية الإيرانية. وبالتالي نحن أمام توسيع لهذا التهديد. يتزامن هذا مع تقرير حديث صدر من تقرير استخباراتي حديث من ألمانيا، صدر أن هناك نشاطا وتوسعا في الخطط الإيرانية إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل وإنتاجها. وبالتالي هذا الرصد رصد استخباراتي وليس رصدا إعلاميا، الآن هو يبحث في الدوائر الاستخباراتية في العالم، وبالتالي يراد أن يتم السيطرة على هذا المارد الإيراني الذي حاول أن يستثمر الاتفاقية النووية إلى أن يحصل على قدرات مالية لتوسيع هذه الاستراتيجيات، ثم اليوم أصبح يريد توسيع نطاقها. أنا أعتقد إدارة الرئيس ترامب تريد ما يسمى الماكسيمم بريشر، وهو جزء من هذا يحتمل عدة عناصر، عنصر على مستوى الضغط الإعلامي والسياسي، عنصر على مستوى الحشد العسكري الذي يمارس ضغطا معنويا ونفسيا وحتى عسكريا على النظام الإيراني، الضغط الاقتصادي من خلال تصفير صادرات النفط الإيراني حتى يمكن أن يفكك هذه المنظومة العقائدية السياسية لدى النظام الإيراني. جيد دكتور أحمد، اليوم بالتزامن مع عقد القمم الثلاث ونحن نتكلم عن تهديدات إيران وحتى ميليشياتها الإرهابية بالوكالة، في تقاعس وقد يصل إلى مرحلة يعني التآمر بين هذه الميليشيات الإرهابية وبعض مبعوثي الأمم المتحدة وحتى بعثات الأمم المتحدة التي تعمل في اليمن، وهذه شهدناها وقد يكون شهدناها بشكل صارخ خلال اليومين الماضية. لماذا هذا التقاعس من قبل منظمات الأمم المتحدة؟ لماذا لا تقوم بدور حقيقي اليوم تجاه أدوارها؟ لماذا تشاهد كل هذه الجرائم اليوم ترتكب من قبل الحوثي تجاه الأطفال، تجاه العزل، تجاه الأبرياء، تجاه النساء، تجاه المقدسات؟ ما السبب؟ شوف، دائما الولايات المتحدة عندما تتدخل في أي ملف لحله تكون جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. شاهدنا ذلك في يوغوسلافيا السابقة، لولا أن تدخل الرئيس الأمريكي وتدخلت الولايات المتحدة بشكل قوي لما تم حل المشكلة اليوغوسلافية. نفس الملف، نفس المشكلة أي مكان تحاول الولايات المتحدة تحول الأمم المتحدة، لأنه أساسا تعرف هم الولايات المتحدة تستفيد من هذه المشاكل، تستفيد من تأزيم الملفات للاستفادة ماديا. تقصد الأمم المتحدة؟ نعم، الأمم المتحدة، نعم. وليس الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك تجد أنه طالما أنه المشكلة لا تهدد مصالح الدول الكبرى فالمشكلة تستمر إلى أبد الآبدين. ما لم تهدد مشكلة من المشاكل التي تتدخل فيها الأمم المتحدة مصالح الدول الكبرى، وإلا لا يتحرك مجلس الأمن. الملف اليمني أو الملف اليمني لا يشكل أي تهديد لأي من الدول الكبرى، بل قلنا هنالك دول كبرى تستفيد من الأزمة اليمنية، من بيعات الأسلحة، من تهريب الأسلحة، من تهريب يعني أشياء كثيرة جدا دول تستفيد. حتى رغم أنه في أحد المنافذ المهمة لاقتصاديات العالم، شوف ما لم يهدد شوف يعني هم يهددون الملاحة. أذهب، لا، هم الآن ما هددوا الملاحة. لما تهدد الملاحة كانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت البارجة كول لضرب أهداف تابعة للميليشيا الحوثية وتوقف التهديد. هنالك طبعا في منطقة محددة تسير فيها يتم نشر الألغام لاستهداف الصيادين اليمنيين، أبعد من ذلك لا يتم، إلا إن كان تمت طبعا عمليات إرهابية زي ما تم استهداف البارجة السعودية. ولكن الملاحة الدولية بشكل عام لم يتم تهديدها الآن، وإلا طبعا ستتحرك الأساطيل الدولية. موجود الأسطول الأمريكي، موجود الأسطول الأوروبي، موجود بيحمي المياه الإقليمية، المياه الدولية في البحر العربي والبحر الأحمر. شاهدنا قبل فترة أنه كانت بارجة دنماركية صادرت سفينة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين. لذلك يعني في محصل أو في النهاية أو زي ما يقول المحصلة الحديث أنه الأمم المتحدة يعني لا يتم حل مشكلة
تتدخل فيها إلا إذا كانت هذه المشكلة، إذا كان في ضغط من الدول، إلا إذا كانت هذه المشكلة تهدد المصالح، مصالح نعم. الدول، مجلس الأمن الدولي. الدكتور أحمد الأنصاري المستشار الأمني والبحث في العلاقات الدولية، والأستاذ حمود الزيادي محلل سياسي، شكرا جزيلا لكم وشكرا على حضوركم معنا اليوم. إذن قمم مكة يدا بيد نحو المستقبل، نتطلع إلى تضامن إسلامي عربي خليجي اليوم تجاه هذه التهديدات الإيرانية وتهديدات أيضا أذرع إيران وميليشياتها الإرهابية في الدول العربية، وأن تستطيع الدول الخليجية والعربية والإسلامية قطع هذه الأذرع وإنهاء هذه الفوضى التي تقودها إيران تجاه الدول العربية والإسلامية. إلى اللقاء.